البداية من ليبيا التي أعلن فيها الجيش قبول وقف لإطلاق النار في مدينة طرابلس على مدى أيام عيد الأضحى المبارك حسبما قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري. الناطق باسم القائد العام الليبي قال في مؤتمر صحفي أن القيادة العامة أوقفت كافة العمليات الحربية في العاصمة طرابلس محذرا أي طرف من محاولة استغلال الهدنة لتحقيق أي مكسب ميداني، مؤكدا أن قوات الجيش سترد بالشكل المناسب. يذكر أن بعثة الأمم المتحدة قد دعت لوقف لإطلاق النار خلال أيام عيد الأضحى المبارك.